أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما روي عن مجاهد رحمه الله تعالى من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على العرش وأن ذلك هو المقام المحمود، هل يصح منه شيء؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا صححه ابن جرير وغيره من الأئمة، أن المقام المحمود أن الله يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش، وهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا إنكار في هذا، المهم ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت فنحن نؤمن به. نعم، ولا نتدخل أو نستغرب شيئا، الله جل وعلا هو الذي قضاه ورضيه وأكرم به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.